لقد تساءلت الضيفة من أمريكا كيف يقدم الشاب على تفجير حافلة؟ ليتها تساءلت كيف يقدم رئيس على قنبلة شعب آمن في العراق؟ كيف يقدم رئيس على مساعدة السفاح فلسطين المحتلة؟ لماذا لم تسأل أين نشأ هتلر الذي قتل وقتل نحو 50 مليون بريء؟ لماذا لم تسأل أين تربى الذين ألقوا بقنبلتين اثنتين ذريتين على اليابان؟ من الذي قتل 3 ملايين فيتنامي بريء؟ من الذي أباد الهنود الحمر؟ من الذي حافظ على الاستعمار إلى يومنا هذا؟ من الذي أجرى الحرب الإسبانية الأهلية التي أتت على 600,000 نسمة خلال 36 شهرا؟ لماذا لا نتساءل هكذا؟ من الذي يملك أكثر من 15,000 رأس نووي؟ المسلمون أم غير المسلمين؟ المسلمون أم الأمريكان؟ المسلمون أم الأوروبيون؟ نريد أن نجاب. أين تربى بوش لتقول لنا بأن التربية هي التي تجعل من الإنسان مجرما؟ من الذي اخترع الاسترقاق في القرون المتأخرة؟ من الذي استعمر الآخر؟ أنحن أم هم؟ هل الجزائر هي التي استعمرت فرنسا أم فرنسا هي التي استعمرت الجزائر؟ هل مصر هي التي استعمرت إنجلترا أم أن إنجلترا هي التي استعمرت مصر؟ نحن الضحية. أنا لا أقول بأن ضرب الأبرياء شيء جميل، أقول بأن الأبرياء ينبغي أن نحميهم جميعا، ولكن في نفس الوقت علينا أن نبدأ بأبرياء المسلمين. أبرياؤنا بالملايين، وأبرياؤكم وهم أبرياء بالعشرات أو بالمئات، وفي أقصى الحالات بالآلاف.